باه صديق ديما بيقول حرية عمل 137 الكل ليه فما مشكلة بالحق مش عند اللي ضد الكوليبك حتى اللي معها دونا معنا استعملت عبارة قلت نبعد على الشعبوي وسبناها اليمين حتى باليسار ساعة ساعة نعرف شو الشعبوي أنا رأي نحكي لك على فصل فيه عقاب 3 سنوات سجن والفصل اللي بعده فيه عقاب 5 سنوات سجن قول لي حلف كما حلف في ساعة نص ما حكيش على حلف قال تعطيه الحرية العمل جيت الكوليب قال نعمل نص خاص نجيو فيها من الواش نعمل في نص خاص انا نقول لك اسمع في الناس كلش خليني نقول يقولوا عملوها الاعتبارات الايديولوجيه وهم الناس حتى اللي تقبل الكوليب غالطين خاطر النص موجود بطبيعته هذاك علاش ما اقترحته اكتفي بالفصل 136 137 العقاب موجود تجي تقول ويمنع من حق الاقتراع هو بطبيعته اللي اعتديها لحريه العمل في الفصل 136 137 انت بقى عليه الفصل 5 هو تعقيدات والفصل 5 ناجم يحكي على حرمان من حريه معناها من الاقتراع اما كي تقدموا بالشكل هذاك يقول لك شبيك شاد في الموضوع هذا وجاد وعقوبات صارمه في حين ان في المساله اللي فرض عليك الدستور زاد الفصل 6 اللي يقول لك الدوله تحمي الدين او تحمي المقدسات على راعي الدين وتحمي المقدسات وزاد في هذه زاد نحاول نكونوا نحن في الايه واضحين مش مهم كمتون ما تهمش ما تعنيناش الدوله بالناس علاش كل يوم مش مهم مش يعني شنو يدفع دايات شنو ما يدفعش دايات شنو يتبع في القانون شنو يتبع في الكلام في يوم ما يهمش وحتى غير هذايا حتى في تسيير الدوله ناس تحكي على اخلاق العمل السياسي وعاملينها الاوروبيين مش نحن، نحن حتى كي جينا من طرفنا الديني وغير الديني عدينا قانون للشفافيه كسرنا له كرايم ومش في الاخر ما يتحاسب حد، حد ما مش حاسب خلق مش واحد. هذا المشروع كي قدمناه نحن عام 2012 في حكومه ثم بعد ذلك مجلس السياسي وكمل ما ضلش فيه بعد عاود قدمناه في مجلس النواب، كان في عقوبات للاحزاب والجمعيات والمؤسسات الاعلام الصحفيين خذوا خاطرنا في حاجات على الدوله كما الصحفيين وغيرها. حبيت نقول لكم راه مش نحن اللي خلقناه لسوء الحظ. انا مانيش في نص بالمعنى نتاع التهكم انا بالمناسبه ما نحترمش برشا اللي يبدا لا يؤمن ويمس المعتقدات الاخرين نحب نجيب لكم حاجه من الاتحاد الاوروبي من المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان ترى لي فما وضعيه معينه في النمسا هو منع فيلم مسيء لعيسى عليه السلام والمريم العذراء والمحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان قالت من حق الدوله النمساويه كون تمنع عرض فيلم هذا لانه يمس من حريه الاخرين ومن حريه معتقد الاخرين وفما شكون من الشراح يحكي على الجانب الامني شراح على شرح القانون يحكي لك على جانب متعلق بالسن الديني مش ممكن كتوم انا مش بوذي مثلا ولكن ما تجراش في تونس ولا في غيرها نعتدي على الدين البوذي علاش؟ دينا يوم نباها مليارات ولا مئات الاف معناها الاشخاص نعتدي عليهم مش ممكن تكون مسلم ولا المهم كونك تؤمن بكون فما غيرك يحمل افكار معينه وصفه كيف تحب في داخلك وحتى كان تحب تكتب نهار وصفه كونها متخلفه متقدمه اللي تحب في الاخر فما مقطع احترام علاش فكرة الموضوع نتاع الفن؟ خاطر نقول لك وقتها جات اللجنة مثلا باش تطبق الفصل 6 اللي يقول الدولة تحمي المقدسات ويلزمها مش مهم تؤمن عاود نقول لك المهم قال لك الدستور اعمل فصل كي عملت فصل عملت فصل غير قابل للتطبيق وعملت عقوبة غير مقنعة اللي هي 2000 دينار وفي نفس الوقت ما حماتش حرية المبدع المبدع اللي يحب يكتب نص كتاب مثلا يثبت فيه كان الله غير موجود هذا التجربة تحطه في الحبس بينما واحد قايم يسب في الشارع في الدين ولا في الله ولا يستعمل في عبارات نابيه او تمس بمعتقدات الاخرين ازدراء واعتداء على مشاعر الاخرين هذا انسان يعاقب في تصور فرق واحد سب في الجلاله هنا وراح كاتب كتاب يحب يقول قالوا الاستاذ محمد غير صحيحه طبعا الشيء هذا يعاقب والثاني لا يعاقب لانه كاتب كتاب وفق لمناهج معين ما تنجمش تعاقب حريه التعبير ومنصوص عليها الدستور ومحترمه مثلا ليش ما تعرضتش لهذه الاختلافات؟ ودائما حتى انا ولدت في اشياء معينه مثلا نحن مثلا عندنا ظاهره اختيار في تونس هي كلام بديل 34 يكتب محمود بن تونس غير تبنى نحن عندنا عام ذكرنا به يحكي على مدن البدائل في تونس العاصمه يقول لك يستعملوا كلام زي في كل شيء مع عمر 34 تبارك الله عن تاريخ الحكايه هذه في الضحى في البيع والشراء في كل شيء ما تنجمش تجي اليوم تقول ما عادش مجرمه مثلا اللجنه من غير ما تقصد النصوص لغيرتها ما عادش تجرم الفعل هذه لا لازم تنتبه هذه عندها ابعاد امنيه خليك من المساله الدينيه سيدي مش لازم تؤمن عندها ابعاد دينيه اليوم التونسي في حال شعبه ولا غيره متعدي في الشارع قالوا كلام زي تحت مرته ينجم يطيح روحه نجمش تقول لي لا والله مش عقاب حتى عايز البوليس قلت ما عندي ما نعمل لو كان اللي عملته اللجنه ولا نكتب لكم دون انتشار معناها دون انتباه ولا بالحقيقه ولا شيء لازم ننتبه لهذاك علاش نقول لكم الشعبوي على اليمين وعلى اليسار دخلوا عليها لان نحكي في مسائل تقنيه وهذه فرصه باش نقول لكم معظم التقرير راه ما عندوش علاقه بالمسائل الخلافيه حقنا انتبهنا له وراه مهمه المسائل وعندنا عضو لجنه بحثنا هنا وينتبه معناها ان شاء الله اللي خاطر ما نعرفش شنو مصيره الحقيقه هذاك القرار السياسي هو اللي مش يحدد اما جينا مش هاربين منه سكرت الباب جينا هرطة ونرجعوا للنقاش هذا. موضوع معناها جلب الجمهور قال صديقه وصديق قال من الطيارة زاد قال ترجعوا القواعد سامحوني معناها هي مسألة داخلية ما بيساش كي تعرفوها.
أو صفات حمل المقدمة قال خسروا الناس وربحوا الناس الكل. والله العظيم بالفعل نقاش داخل المكتب السياسي، أنا مش في المكتب السياسي، شاروني بعض في جانب تقني وبعض كيسألوني شنو الآثار، قلت لهم امشي هم مقتنعين إن احنا تصعب علينا الأمور، عندك موقف مبدأ يمشي فيه، تستحسب ياسر. شكون منا على درجة من الذكاء باش يعرف اللي هو رابح انتخابيا؟ طبعا الصورة الأساسية كونه خاسرين، خاطر يخرجوا لك ولادك من الداخل يقولوا لك راه مثلا اختير شيء يجيك من ناحية الدينية، وهنا اختير خاطر هو داخل حزب غلط، وشيء يجيك يقول لك لا أنا معاك أما راه مش وقته تو باش تكسر الحزب، وعام قبل الانتخابات الكل. هذا الكل الواقع نجاوب عليه داخليا. راهو هذا موقف مبدئي. اثنين، راهو اللي يدخل مثلا الحزب معين يقرا له وثيقة مع 10 حزب أخرى شعمل التيار الديمقراطي من النهار الأولاني قبل ما يدرس عام الوثيقة تهوية وخط سياسي. هاي العلاقة بين الدين والدولة. تعترف الدولة كأن الإسلام دين أغلبية التونسيين، ما حدناش دين دولة. معناها نحن عملنا وثيقتنا قبل ما يتعمل الدستور. دين أغلبية التونسيين، الهوية العربية الإسلامية، التعليم التربية الإسلامية في المدارس العمومية والمعاهد، وتشرف على المساجد، تشرف على المساجد. هو معايا السيد حمد همام ذكرني التاريخ، فما حاجة خديناها من الخدمة حاضر فيها سي حمد همام عام 2008 و2009 في نص تعمل في حالة فوتوشتو. أنا من ياسر سعيد كونه يكون في وثيقة هوية وخط سياسي للتيار الديمقراطي. ما تنجمش مثلا عام 2008 كنا ناقشوا خليها كيما فرنسا اللايكية بتاع 1905 فصل مطلق بين الدين والدولة، الدولة لا تشرف على الكنائس، لا تبني الكنائس. أنا أتذكر مليح رأيي وقتها قلت لهم لو فعلنا هذا في تونس الديمقراطية ما عرفوش كما ثور النهارات، أما في تونس الديمقراطية كان عملنا هذايا ستسيطر السلفية على المساجد. بالصدفة هو اللي سبب ما صار ثورة في البلاد وهذاك اللي صار سيطرة السلفية على المساجد. دونك نحب نبالكم اللايكية الفرنساوية ما تمشيش معانا، الدولة لازم تبقى تشرف على المساجد. وتراقب الخطاب الديني مش يستغلوا لحسابها الخاص ويستفيد به حكومة، أما باش تراقب حتى لا يتطرف. طبعا حتى القانون 1905 تاع فرنسا يراقب حتى لا يتطرف. أما يقول لك أنا لا كان أبني كناس كدولة لا أشرف على نحن كان نعملوها هذه بشيء البلاد فيها الطرف المتطرف هو الذي سيسيطر على المساجد. الأفكار هذه على كل حال هذيك هي وثيقة الهوية والخصيص اللي يدخل على أساسها الناس ويقراوها. نحن عندنا أكثر من هذه. عندنا اللي يدخل يشد أي مسؤولية في الحزب والمؤسسين يقسم وتقول على شنو يقسم على كونه يحترم وثيقة الهوية والخط السياسي. ومع ذلك مشغول مثل خرج عدد صغير تعدوا على السوابع مؤدي اليمين على احترام الوثيقة هذه ويقول لك حرام، مش تحكي انت مؤدي على اليمين. بالمناسبة احنا كنا نديو اليمين في الطيارة من نهار تعمل القانون الأساسي بتاعنا أو وثيقة الهوية والخط السياسي. القسم في الطيارة يكون على ميادين، أقسم بالله العظيم تيري أو بشرفي. اللي يحب ياكل ياكل يقسم باللي يحب. هذا مسألة دينية خلينا نشوف محامين ملحدين. نجيبه بالسيف يقسم على القرآن، أقسم بالله العظيم تراجم يموش بلول تحبوا يكلم دعوك أقسم بالله العظيم أو بشرف كل إنسان يختار اللي يحب ومش لازم حتى حد يدخل فيه. دعوك هذك علاش اللي من الأبناء الطيار رأوا خلاف ذلك من منطلق عقائد هم غلطوا في انتماء الحزب مش نحن غلطنا. طبعا يفرحنا كانوا جايوا على الشفافية وعلى المقام الفاسد وكل شيء وإن شاء الله يبقوا، لكن يغيروا شوية أفكارهم خاطر خافوا من انفجار. شفنا الانفجارات في الأحزاب بالمناسبة معظم الأحزاب قاعدة انفجرت. ساعة بتبعتنا توانسة اختار 10 توانسة خلا بشارة مع بعضهم في بيت درجة أنا تقاوى عملوا كوتا بيه ايه ليك تقاوى فتنا أنا تقاوى شو معي لو نجاح حسيت لو مسيح. طبعا مش قضايانا نهار كل في الطيار ونحن نتصارع في الموضوع هذا. أما نهار دي طرحت وضح لي فما مشكلة أتصور جينا في السلطة وطرحت المشكلة دي وفي جورة ضربة الحزب وضربة ضربة حكومة وضربة دولة كما نشوف اليوم في بعض الأحزاب الحاكمة خاصة في بلدان المصلحة. المهم كانوا بالمناسبة هذه راه ما قراش المكتب السياسي كانوا يستفيد منها كيسالوني قلت لهم خليوها تفيد حتى على المستوى الداخلي، خلي سيدي تعمل عركة قبل السلطة وقبل العام وقبل تدخل الانتخابات تكون واضح وصفك مليان خاطر عندنا تجارب في انفجارات قبل خير من اللي تخلي لا قدر الله غدوة تصير لك إشكالية كبيرة. هذه ديمقراطية ولا طبعا هذه ديمقراطية على والحاجة ديمقراطية مش ديمقراطية مباشرة. اثنين في وسط التيار الديمقراطي ديما فما استشارة القواعد في جملة من القضايا في هذه بدات استشارناهم ولا استشارهم المكتب السياسي فيش حتى شيء، لكن القرار اتخذ من بعد على اساس واضح ما تنجمش تعيط للناس تستشيرهم تبقوا دستور ولا ما تبقوش هذه راه ما يجيش كيما حتى نحن زاد ربما فما شويه ضغط الكل خالد قالوا خيان هكا في نوع من معناها من حلم محاجه هكا سياسيه وعلاش لا استفتاء ما تنجمش الاستفتاء راه ما يجيش ما تفديش الشعب في الدستور يجي الشعب تقول بلا من اول الدستور في معنى دولة مدنية ايش معناها؟ مش الشعب يقول لك محكمة دستورية تقول لك. تحب تضغط على اساس احترام معناها اختيار اشخاص محترمين في المحكمة الدستورية، قضاة محترمين مستقلين محايدين في مستوى معين هذا هو اللي حشنا به، اما مش الشعب اجى تبقى دستور ولا وعلى ذاك اللي قال وقته ومش وقته وصديقنا راه نحترم كل راه ما عنديش بالمناسبة راني نحن خرجنا بين عن 3 سنوات قلنا شو اللغة هذه نتاع تسكير المقاهي في رمضان كنا قبل حزب الكل. في نفس البيان دفعنا على السلفي بيلبس قميص شيء بس ايش دخلك فيه مادام مش حامل سلاح ومش يمارس العنف ومش دخلك في تنظيم ارهابي ايش دخلك فيه؟ رانا مع التوانسه الكل نحب معنا مش في منطق الشعبوي اللي يحكم منطق الشعبوي نحن هذايا رانا نقول خاسرين منه سيدي تو ما نعرفش بعض عامه دونك الحسابات رانا مشيناش فيها مشينا في المساله المبدئيه وتعنينا بلادنا كنا نتحسن.
على ذلك المسألة المبدئية فقط خاطر تجبد موضوع سياسي منذ 5 سنوات تأسست ترويكا ما كانش فما تيار ديمقراطي. كنت أنا حاضر فما منذ سنة نحكي مع قيادي في النهضة في التلفزة قدام التوانسة الكل نذكر بتأسيس ترويكا. عند تأسيس ترويكا أنا كنت مع ضد المشاركة الاعتبارات تتعلق بتوزيع الحقائب فما شيء حابين نضمنوها ما ضمناهاش. فقلت لهم سنصوت لكم خاطر خصومكم يحبوا يضربوكم باش ما تمشوش مع العريضة باش ما تضربش تونس في الخارج تونس كانوا سامين يحكموا فيها. أما نحن مش معاكم. طبعا كلمني رئيس حزبي وقال له خير عندهم رأي آخر وما زايد على حتى حد. أرجع لطاولة المفاوضات. كي رجعت لطاولة المفاوضات قلت لهم ما يلي. قلت لهم شوف اللي يحبوا حركة النهضة راهم باش يقابلونا في الشارع باش يبوسوا أما مش يصوتوا. أعداء حركة النهضة المجرد كانوا حاطين اليد في اليد معاها راهم باش يكرهونا. كان تحكي أنت بمنطق الحساب على كل حال أنا تو طيارة ماكش موجود أنا آخر واحد يحسب في الحكاية هذيك. أنا وقتها نعتقد قناعتي وقتها كان البلاد لازم تستقل. خلينا من الحساب خلي يضربونا سيدي انتخابية. تو هذا اللي شغل في الحزب موقفك مبدأ يكون مع احترام الدستور خلي الناس ينافقوا كما يحبوا على اليمين وعلى اليسار. صارت حملات ضدنا هاني قلت لك فيها شيء راهو وقع ضغط من حزب سياسي معين. وهنا الاشكال الكبير اللي كنت فيه معناها ولا من غير ما نرجع له انا مثلا ما نتقلقش بالكل كان يكثروا المتدينين في البلاد حتى طلع بالعكس كون فرحان. اما متدينين على قاعده ماني قلت لك فما كتاب بس ما لقيتوش ما لقيت عنوانه وعنوانه استفزني. الياباني عاش مده طويله في العالم العربي كتب كتاب العرب متدينون كثيرا فاسدون كثيرا. انا ماذا بيا ما يهمنيش الواحد يصلي ولا ما يصليش. اللي يهمني سلوك الاسلام كما تعلمناه نحن في مدارسنا حتى في المساجد خلاها الرؤوف في سلوك في علاقاتنا مع بعضنا. تصلي وما تصليش هذيك بينك وبين الله. علاقتك بيا هذه مساله مهمه. جيناش مره دفعنا شعار الدين عمرنا ما رفعنا. انا كذا فما سياسه عندنا واحد من الاولاد يذكر كذبه الناس كنت تدخل هذه تفسخها طبعا. هذا سلوك الحزب الاسلامي في تونس اليوم العكس العكس الحقيقه هو الموجود. طبعا هنا يدخل التبرير كيف تبرر الكذب. طبعا تشفق النصوص من قبيل حرب خدعه واليوم نحن في حرب مع بعضنا ولا تقالوا الضرورات تبيح المحظورات. نحن ما عندناش الحكايه هذه ما تكذبش على الناس. طبعا تخبي بالحساب السياسي ما عندناش نبالغوا اما نكذبوا ولا ما نكذبوش. هلا قلنا رانا خاطرنا متدينين ما نكذبوش خاطر قلنا جينا باش نعملوا معنا ندفعوا في اتجاه اخلاق العمل السياسي لا اكثر ولا اقل. فبالتالي صديقي راهو مش الاعتبارات كما قلت انت حسبناها. طبعا من بعد نجم نحسب لكم نقول لك بالك شي يكون فيها فوائد هذاك نقعد نحكي فيها اما نكون متاكد وواثق كون وقت خذينا من قلت خاطر مبدئي. شو هو مبدئي؟ معناه ما لازمش تحس كون مبدأ كيبدا واحد معك محلاه كيبدا ضدك مش مبدئي. هذه من الاشكاليات. انا مثلا نحترم اكثر الناس اللي يبدا في موقفه من الاول للاخر ينجم كل يوم معايا ينجم يكون غدو ضدي. المهم هو في موقف مبدئي لا اكثر ولا اقل. فما اسئله خفيفه ولازم نشوف عليها كعبد في الموضوع هذا اللي حكى فيه الصديق من الشباب قال على قبله وسجن وكذا مانيش متاكد من الوقائع صحيحه كما هي. احسن واحد يجاوب عنده معلومات في البلاصه اللي هو سي زياد ما نعرفش انا الحقيقه ما عنديش معلومه صحيحه ولا غلط. اما هاي فرصه باش نقول انا خلينا في الكوليب في الكوليب طرحت المساله دي وقالوا نقص من عقاب سمحوني قالوا نقص من عقاب ما عادش فما سجن اللي هو تو 6 أشهر تجاوب في الحقيقه نغيروها عبارات اخرى تولي الممارسه الجنسيه واظهار مواطن معناها حميمه من الجسد من البدن هكا يقول تقريبا النص معناها المقترحين المخيم في الكوليب. يقول العقاب 1000 دينار. انا نحب نقول لك حاجه ماكش متحرر اكثر من المشرع الفرنسي. المشرع الفرنسي ليكزيبيسيون سيكسويل ولا معلقه جنسيه على مرأة العموم فيها عام سجن و 15000 يورو. كي تعمل 1000 دينار في تونس تولي فما مشكل. انت من ناحيه توا قاعد تدافع على فكره معينه اللي بما في ذلك المثليه ما داموا في داره ما تدخلش فيه. اوكي. حتى بيداغوجيك مو باش تعديها واحد يقول لي يسعى باش يدبر 1000 دينار يعني هذا ما يقطع لك التقسيط في القبضه ما يزيد 500 ويقطع لك التقسيط. لا مش نقول لك مش هذه الاشكاليه ولا يعمل يحب وياخذ ويدفع الدين غير رابع المسائل هذه. اما بالحق مش هذا الموضوع. انت تدفع في اتجاه حياته الخاصه في داره سكر روح عليه فيه لا مثليه لا مع راجل لا مع امراه هذيك امور وانت تدفع في الاتجاه هذا. اي ما تنجمش تقول في الشارع زاد يعمل اللي يحب والعقوبه 1000 دينار. لا العقوبه تكون كيما توا تبقى 6 أشهر. تغير العبارات معناها باش تستعمل بشكل مناسب. اي فما تعقيد صار من بعض القضاة ومن اغلب القضاة الحقيقه هو ناجم على كونه فما زوج مشاكل في تونس واحده منهم قبل الثوره واحده بعد الثوره. قبل الثوره هو تناول المشروبات الكحوليه في الشارع مش داخل العربه. داخل العربه من عام 99 هي جريمه يبدو في السياره. خارج السياره ما فما حتى نص قانوني عاقب واحد يجي يعمل كعبات كبيره قدام داره ولا في الشارع ولا في الغابة. لكن الناس كل اللي تعدى دوريه تهزهم تهزهم توقفهم تعداهم القضاء على اساس شنو؟ على اساس تجاربنا في الحياه. طب القضاة كلهم يعرفوا الحكايه الحياه اللي يحكي عليه نص في عنوان يحكي الاخلاق الحميد عنده علاقه بالجسد وعنده علاقه بالجنس. لان احنا ديما نقولوا لهم بالله كان هذايا عنده علاقه بالاخلاق العامه. حتى الكذب راهو عنده علاقه بالاخلاق العامه. مال كل واحد شدوه متلبس بالكذب هز عديه الحبس ما يجيش. دونك واضح انه المشرع قصد الجسد و
قصد الممارسه الجنسيه. غير العبارات وقول راه المقصود به كما تو اللي عملوه في الكوليك مشكورين، اما نحكي على العقاب فقط، هذا هو اللي حبيت نشيله. فمقدور عليها طبعا، سامحني في الشارع ما تنجمش تسمح روحك بكل شيء. ايش نقول نفسر لك قبله وشدها من يديها ولا شو؟ نحكي العباره عامه حتى عند الفرنسيين صاروا ما يستعملوش، قالوا الممارسه الجنسيه. يفترض كانوا يقصوا بها ما اكثر من ذلك. وطبعا تبقى كل دوائر ولا غيره فما قضاه باش يجتهدوا مهما حاول دعم النص دقيق ديما بين قاضي وقاضي في المسائل هذه باش يكون فما اختلاف. حاول بقدر المستطاع تكتب نصوص دقيقه ما كانش معناها باش تكون مانع لكل تاويل. محكمه السورية ان شاء الله نجيوها اني قلت لك معناها لانها ستذهب في موضوع مدنيه الدوله. اذا كانوا معناها اكفاء ونزهاء ومش في خدمه السياسيين بطبيعه الشيء هذا النص واضح. اللي قلت لكم على محكمه السناف كونوا متأكدين تتأكدوا مع الوقت راهي مسألة معناها قرار سيكون شاب معناها سيعتبر شاب معناها في السنوات المقبلة وفي غيرها. أنا قلت لك بدا تقريب من حتى قبل 2000 وخاصة مع مختار الحوي سنة 2000 وبداوا يقبلوا فيها معظم القضاة. فكرة أنه ما عادش تنجم ترجع للنصوص نتاع الشريعة الإسلامية خاصة قلت اليوم كان ولا عندك ثلاثة فصول أو ثلاثة على مجالات ثلاثة أماكن في الدستور يقع التنصيص فيها على مدنية الدولة. قال صديق هل انتم مع المساواه ولا كانوا حكم؟ هو قلت مع المساواه فقط مش مع التقرير. فما حد قال لك اليوم مع التقرير الكل ما نعرفش، اللهم اللي يقراه موافق فيه كل كبير وصغير. تقرير فيه انتقادات توافق فيه في النقطه هذه انا كنت ناقش فيه. القضايا الخلافيه في علاقه بالدين شيء جزء صغير من التقرير، القضايا الاخرى بالطبيعه الناس تختلف. هذه كما تو كنت تقاضي في عقوبه مثلا ما تجيش عقوبه بألف دينار لكن تبقى بالسجن. طبعا فما شيء نجم نكونوا فيها معاه فما شيء لا، اما حبيت نقول لك كانوا سياسيين بلغنا انه رئيس الجمهوريه باش يخلي الناس في الوجو، حسب قرر لسبب ما، ما يخرجش الموقف نتاعو الكل، موقف عندنا حاضر من الاول ودخل تقريبا ناقشنا معظم النقاط، هذا اش حبيت نقول لك، اما من حيث المبدا التقرير طبعا كل معناه مشروع يدفع في اتجاه الحريات ما نجمش نكونوا معاه. في هذه النقطه وفي غيرها يجي نقترحوا في هذه مثلا في موضوع المثليه، قدموا زوز مقترحات راهي الكوليين، فما مقترح يقول كونه يلغى التجريم. مقترح اخر يحكي على 500 دينار خطيئة او على كل حال يقول السبب للعقوبه السجنيه بخطيئة وفي نفس الوقت تلغى هالاختبارات هالفضيحه هذه اللي صارت شراجيه وغيرها. نحن جينا اش قلنا في التقرير ولو هو مثلا كما قلت لكم مش رسمي خاطر ما خرجوش المكتب السياسي. جينا قلنا يجي نناقشوا الدستور الساعه. توا في 21 ما فماش نقاش. في المثليه فما نقاش وما فماش خلاف ما يقولوا بعض لجان القانون وما حرر في رايه. فما راي اخر هذه ما فيهوش سياسه او فيه تاويل قانوني. وقت يقول لك الاداب العامه مبدا معناها من الاشياء اللي ممكن تبرر معناها المساس بالحريات ينجم يدخل فيها كما ينجم ما يدخلش. انت وتطور المجتمع معناها اليوم ماكش ملزم بالدستور كونك تلغي التجريم لكن ماكش ملزم زاد كونك تخليه. هذا ايش حابين نقول؟ على عكس المساواه في الارث فيهاش نقاش 21 مساواه دونك لازم تمشي فيه. في هذه انت وراي المشرع انت والاغلبيه تكون ما تكونتش ونقشوه. راينا الخاص هو اللي قلت لك طبعا تحكي برايي انا الخاص باش دخل الناس باش يحاسبوا في قراراتهم الخاصه. ما عندي حتى معلومه ولا حتى دراسه اثبتت اللي هي فما عدوى قاعد تنتقل، فما كان عدوى الانحراف وقله التحليل هي اللي قاعد تنتقل. على في هذه ما عنديش دليل، راي خاص. لكن في الشارع والمسائل هذه طبعا لازم تحمي الفضاء العام، كاش تولي لك فوضى زاد وتولي لك ردود فعل، تولي لك حتى ربما معناها تدفع ناس معناها لنوع من التهور. هذا هو اللي نقصدوه. اما قرر معناها مقترح معناها نتاع اللجنه نتاع التيار وقتها قالت وضع صعيب في البلاد هذا شحال كتبوا ها هو الدستور ها وكذا. نشوف المقترح الثاني اللي هو ما فماش عقوبات معناها سالبه للحريه وما فماش الاختبارات. يظن ينجم يحل المشكله، ماذا يرى موقف سياسي مش قانوني ويؤمن بحقوق الانسان يدفع لك في اتجاه كونه في الاماكن المغلقه ما عندكش دخل فيه. معناها بحب نقول لك راه ما فماش ما نعرفش اللي جاي قال لك معاه الكل كيفاش يكون معاه هو اعضاء بيدو نجم يناقش لك بعض النقاط. اما من حيث المبدا ما عندناش فكره مع اصلاحات ننظروا لها حاله بحاله الراعي فيها الواقع وقت يتعلق بجانب امني ولا كونه فما مساله اولويه. ما اما جبت الموضوع الذي لا نقاش فيه هو الحاجات اللي لزمنا بها الدستور. اسلام رئيس الدوله ما كناش معاه المقترح هذا باش نكونوا واضحين، لكن جات فكره في كتابه الدستور دفعنا في اتجاهات معينه في هذه الحقيقه فصل واحد قليل اللي يقول لك راهو رساله فصل واحد. كنا اعطينا راي انا مثلا ربي يذكره بالخير معناها وان شاء الله يرجع الاهل سفيان الشرابي كان سنه 2011 وموجود الانترفيو قلت له الاسلم كونوا نتخلاو عليه ونحطوا في الفصل الاول 2011 نحطوا في الفصل الاول كونوا دين اغلبيه الشعب التونسي. ناس اخرى مشات في راي اخر يظل لي وقت الدستور تو فات المزادات خاطر كنا مع الوفاق وقلنا برا خلي يتعدى على خير الفصل واحد. كنا هكا في بالي ممثلين مختلف الاحزاب فما حد معنا عنده راي اخر يقول لنا. موضوع اسلام رئيس الدوله الحقيقه كانت مبالغه خاطر ما عندها حتى معنى. انا كراي خاص
تاخذ اخلاق الاسلام وتعمل له تيست فيه المرشح رئيس الجمهوريه، مش في امور خاصه ويصلي ومسألة ايش يجي في المساله الماليه، في علاقه بالاخرين، صادق بالصادق، يعني المساله الاخلاقيه العامه اللي فما شكون يراها دينيه، فما شكون يراها يقول لك نستمد من القيم الانسانيه المشاعر كل انسان ومرجعيته. كان تنجم تعمل له تيست هذا يكون خير من كونك تفرس على هو مسلم ولا مش مسلم، وبرا الله اعلم اذا كان قال لك مسلم هو بالضروره باش يكون مسلم ولا لا. شوف هي فما مسألة مهمة في تصوري ما فيهاش حتى بعد نقاش. اللي كان يقول فيه سي محمد بكريكا في نقطة معينة رغم إذا نعاود نقول لكم حتى في الأخر، موضوع المساواة في الأخر مهم في نقاشنا هنا اللي هو تابع جمعية معينة وقد ما يكون النقاش في مسائل حتى كان ترى ماشي بالأولويات نجيو خاطر نحبوا فكرة حرة ونحبوا الناس تعود على النقاش. كان يقول لي أولوية هاني قلت لك أجي نحن نعديو كل شيء يردوه ملائم للدستور من بعد نجيو عليه باش نبداو متفقين. لكن قال كلمة مهمة سي محمد معناها نتفقوا عليها على الأخر، هي مسألة الوعي. نحن نحكيو على معركة سميناها معركة الوعي، ما نجوش نخوضوها وحدنا، لازم تخوضها معنا جمعيات وأحزاب أخرين. شو معناها معركة الوعي؟ مش معناها أنت يساري ولا يميني، معركة الوعي قائمة على فكرة يزيونها من الشعبوية ومن المغالطة ومن التلاعب بالأحاسيس تاع الناس كلها. كيما صديقنا اللي حب يحرك ضد الفنانين كيما ماذا معناها اللي تلعبك بالمسألة الدينية رغم لا وجه المقارنة، خاطر المسألة الدينية تنجم تولي فيها قاتل وكرتوش على لا وجه المقارنة فقط على حسب الميزان. اما حبيت نقول نبعد كل ما نسجل عليه موقف تسجل عليه موقف ونمشي نخاطب الناس بالارقام وبالمعطيات ونقصوا من مساله شراء الدمم، خاطر المعركه السياسيه في المستقبل راهي ستحسم بشراء الدمم بشراء مؤسسات الاعلام السمع البصري وبشراء صفحات على الفيسبوك وخمسه معناها مؤثرين في التلفزيات الكبيره وصاير ضمن نتيجه الانتخابات. هذا اللي شفناه الحقيقه في 2014. الحقيقه هذه لازم نغيروها، ما نجمش نغيروها وحدنا، كل الاحزاب وكل الجمعيات حتى اللي مش معني بالحياه السياسيه معناها بالعمل الحزبي يحب الجمعيات ايش تحب معناها تحب يطلع دي جي، اذا تحب يطلع ما نختاره الشعب التونسي عن وعي ادفع في اتجاه الوعي. اي خطاب قائم على شعبويه من اي طرف كان نرفضوه. سي حمد هنا بهذه الدعوه باش نقولوا راهو وحدنا ما نجمش نخدموه، انتم حتى ما نجموش تخدموه، هذه نجم نشاركوا فيها. موضوع شراء الامام والمعارك هذه بتاع التمويل المراقبه على تمويل الاحزاب معركه نجم خذوها مع اخواننا في المعارضه الديمقراطيه، مش نجم كما خدناهاش عارفوا راهو هزيمه تنتظرنا كل مع بعض في الانتخابات الجايه في خلق شعوب. طبعا هالهزيمه وانا ديما نقول الحاجه خاطر برشا ديما يهدوا فينا نهزمون الكل. راهو كان نهزم مش حرب معناها خاطر في الحرب يتقص راسه معناها يصير يخسر حياته ويخسر عينه. يا فارس من نهزم اخي نحن محتفلنا نهار اللي جبنا ثلاثه نواب فقط. كنا نتصوروا 30 وفما حتى منظمه حطت لنا 30 دونك ولادنا فرحانين تصوروا 30 جبنا ثلاثه. عدينا الليلة كامل احتفال الصباح وضحكوا لعب ونكتوا على الشعب التونسي. هذا قلت لهم راهو برشا كانوا التوانسه كانوا يعشقوا العجله بتاع طرابلسيه بتاع كرب طرابلسيه كذا عادي كانوا مسواتك معنا لين يبدا وكذا. هذا اللي قلت نجم نضحكوا كيما نحبوا عادي ماهيش نهايه العالم، لكن تونس هي اللي قاعده تضر في المقابل. كان باش نواصلوا نفس الطرح نتاع اللي صار وخمس سنين ونهدوا في بعضنا، هذه هدف في الاخر وهذه تحكي على روحنا تحكي على الاخرين، هذه هدف في الاخر وهذه هدف في الاخر ونتوافقوا وما توافقوش. العقيده هذه الحقيقه في تصوري مدمره للسياسه ومدمره للاقتصاد، وبالفعل ما فما حتى امكانيه باش يتقدم الوضع الاقتصادي في ظل ازمه سياسيه وصراع داخل منظومه السلطه اللي حشدنا به المستقبل يكون خير في رايي حتى مصلحتهم لحساب الحرب مليون. حتى مصلحه حركه النهضه عن تاريخين قديمه ما نعرفش ني بدايه تونس تبقى ولا شو بدايه اثنين ولا غير اسمه حقيقه ما عنديش فكره ديما يبقى حزب جديد. اما حتى بالنسبه لحركه النهضه مش نقنع فيها نقنع في تونس بصوتوا ضده، حتى مصلحتها هي كي صوتوا ضده كانوا ربما تتراجع. انطلق من المساله الدينيه ابقى في المساله الدينيه خلاف ما يقولوا الخصوم، مهم الدين كمحرك، الدين كقوه معنويه محرك، كقيم اخلاقيه محرك. وتيرجع شنو المشكله بكفاءاتهم ببرامجهم الى اخره. كيف باش تواصل المعركة هذه هكا نخلقوا فيها في الصورة رمز الحداثة نداء ورمز معناها الحفاظ على الهوية وكذا النهضة تو هذه عركة نجم نكملوا فيها؟ في السؤال شنو برامجك؟ والسؤال فاهم أنت لوضع البلاد هو عدم تطبيق القوانين على الجميع وعدم وضع قواعد الحوكمة وعدم مقاومة الفساد وعدم احترام حقوق الانسان اللي يطمن الناس ما تخليش الناس بفلوسها قاعد تحرق ايطاليا هذه من الحاجات اللي لازم تكتشفوها زاد بمس حرياتهم الى اخره. هالقواعد هذه كي تعملها وتقاوم بيروقراطيه الى اخره هي اللي تقدم في تونس. هل تتصور هذه قواعد مقبوله مقدوره عليها اليوم في اطار التحالف الحزبي اللي موجود اليوم؟ بصراحه هذه مساله اعتقد تكون مستحيله. دونك فكره
اللي كانت موجودة عند بعض الأصدقاء في اليسار في سنة 2011 اللي هي أن الشعب لا يمكن أن يصوت، هم قالوا ليش أنا قراتي أن الشعب لا يمكن أن يصوت إلا للإسلاميين، لكم غلطين. شكون قال لك لا يصوت للإسلاميين؟ أو جات حي العلم المحلي في تونس ولكن صوتوا له أكثر من صوت الإسلاميين، جاتك جواب في مدة صغيرة بقطع نظرة تحيد وغيره. نحن مش نحكيو على تحيد، نحكيو على قوة تظهر على أساس قيم معينة تقوم على أساس فكرة الوعي وتنجح في المعركة دي وتقنع الناس. جاء نهار باش تطلع في الانتخابات. رأيي في الإسلاميين قلت يعرفوا سي حمد الهمامي قبل الثورة، نقولوا فيه حتى في الاتحاد الأوروبي وقتها ما كان حد الحقيقة يتجرى يدافع عليهم في المعنى خاطر يشوه صورته. نقول لهم لو نهار يتعمل نظام ديمقراطي ما كناش نعرفوا فما ثورة، أما كان نهار يتعمل نظام ديمقراطي في تونس الإسلاميين يشدوا دورة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا ايش يقولوا فيه حتى وخيانة في الجزائر بعد ما معركة مع الفيس. يقول لك حقناش عملنا العركة تاع 10 سنين، كان خليهم يدفعوا دورة اثنين ثلاثة طيب خاطر السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة في نهاية الأمر ايش عندنا في الصحيح عملنا. فهذا هو ما لازمش يكونوا مرعوبين ياسر. وفما بدائل اخرى ما جاتش المره دي، المره اللي بعدها ربي يسر 5 سنوات قداش ارتفع نسبه الانتحار، قداش الفقر، قداش امراض السرطان كذا، هذه مازال نحن مش مسؤولين عنها. شكرا.